بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا فيكم في لقائنا الثالث طبعا في محاضرتنا بعنوان توظيف الذاكرة الخارقة وخرائط العقل في حفظ القرآن الكريم. طبعا إحنا الهدف الأساسي من هذا التوظيف أن نستخدمها كواحدة من الأدوات لحفظ القرآن الكريم وتسهيل فهمه وحفظه وتدبره، وهذا الحفظ والفهم والتدبر يساعدنا في أن نقوم بتدبر القرآن والاستمتاع في تعلمه. هذا طبعا إن شاء الله هذا هو الهدف الأساسي. بالنسبة يا مريم، لدينا إرسال التكليفات كان بإمكانك على التليجرام، بإمكانك إرسالها برسالك على الإيميل إن شاء الله. اليوم بنحدد آليات لاستلام هذه التكليفات، لأنه المرة الماضية كانت لها مجموعة من الأهداف البسيطة. خليني أنا أستعرض معكم لقاءنا الماضي. لقاءنا الماضي كان هدف بسيط جدا، هو لو أنا بدي أحفظ القرآن، كم من الوقت سأحتاج لحفظ هذا القرآن؟ هذا كان الهدف الأول. والهدف الثاني، لو أنا برسم خريطة عقلية، كم أحتاج من الوقت لحفظها؟ وزي ما أنتم شايفين إنه أنا الخريطة العقلية تبعتي اللي أنا بدي أرسمها عشان أحفظها، بدي أنا والله أعرف كيف أنا أرسمها، فما هي استخداماتها، ما هي تعريفاتها. ولو أنتم ملاحظين إنه أنا بستخدم الخريطة العقلية اللي هي هاي الرسمة في تبسيط وتسهيل محاضرتي. لو أنتم لاحظتوا كان لقاءنا الماضي تكلمنا بشكل سريع عن الذاكرة، راجعنا تعريف الدولة، وراجعنا موضوع السجدات، وأكملنا موضوع السجدات. هذا كان الجزء الأول. الجزء الثاني تكلمنا في موضوع الحفظ، لماذا حفظنا بشكل هيك سريع، مررنا مرور سريع الخرائط العقلية، وكان في عندنا سؤال طرحناه للمناقشة، كم أحتاج من الوقت لحفظ القرآن الكريم؟ وفي النهاية رسمنا خريطة عقلية صغيرة جدا، هذا برسما سريعا، وطلبنا منكم للي حابب انه يرسمها يرسمها. طبعا انا عشان ما شرحت بشكل واضح وبشكل كامل موضوع الخريطة تركته للتجربة. فسؤالي لكم يا جماعة، كم احتاج من الوقت لحفظ القرآن الكريم؟ اتمنى انه تشاركوني بالمناقشة. في موضوع المناقشة، اللي حاب كمان يشارك بشكل صوتي ما في أي مشكلة في هذا الموضوع، بإمكاننا نعمل أنميوت. هجت سؤالي لكم، كم نحتاج من الوقت يا جماعة لحفظ القرآن الكريم؟ متغير من شخص إلى آخر حسب الآلية المستخدمة، حسب طاقته، عام أو عامين، حسب المجهود، سنوات أكيد، حسب كم من الحفظ اليومي. طيب ممتاز ممتاز، الجميع يجمع على أنه متغير ما بين الأشخاص، لكن بشكل عام لو إحنا تمام فهو متغير. في لقائنا الماضي أنا عرضت جدول بسيط، الجدول البسيط هذا جدول حفظ القرآن، سأشارك معكم هذا الجدول. في الحد الأدنى طبعا، لو إحنا هيك عرضنا في الحد الأدنى حسب كمية الحفظ، حاجات في الحد الأدنى في بالنسبة لي، لو أنا والله حفظت آية واحدة فأنا سأحتاج 12 سنة أو 13 سنة تقريبا. لو أنا حفظت 10 آيات يوميا أستطيع أن حفظ القرآن بمعدل عام سنة وتسع شهور. لو أنا اطلعنا في موضوع الوجه بسيط يصير بسيط، لو طلعنا في موضوع الوجه، لو حفظت نصف وجه أو وجه ساعتها بتتكلم بالمعدل العام الذي تكلم عنه جميع الغالب كان خلال سنتين. لكن اقرأ ورتر، يتكلم أن هناك من يحفظ في شهرين، وأنا لما طلعت على الناس الذين يتعلمون تقنية الذاكرة بإمكانك فعلا أن تحفظ في شهرين أو في ثلاثة القرآن كاملة وتثبته في خلال فترة قصيرة جدا جدا. طيب هذا السؤال ما الهدف منه؟ الهدف منه يا جماعة، ليس هدفي يا جماعة حفظ القرآن نفسه، يعني حفظ القرآن واحدة من نقول التعبد اللي احنا بنتعبد، لكن هل الحفظ هو الأهم أم أفهم ما أحفظه وأطبقه؟ ما رأيكم؟ هل حفظ القرآن ولا تدبر القرآن؟ أم أنس، تدبر الفهم والعمل. ما شاء الله طبعا الاثنين، أهلا وسهلا أستاذة إيمان، طبعا التدبر الاثنين. أم هاجر، زي ما أنتم شايفين على المنطقة هاي الحفظ والتدبر أهم
وأثبت للحفظ. طيب ممتاز، هذا هو موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم يا جماعة أنه أنا بدي أحفظ ما أفهم، معناته أنا سأنسى هذا الجدول نهائيا. لا يعنيني أني أنا أنجز حفظ القرآن في 3 دقائق أو في 20 سنة، يعنيني أن أحفظ القرآن وأن أفهمه فهما واضحا بالنسبة لي. على ذلك، هل أنا، نروح على محاضرتنا الثالثة ونعرض ماذا سنتكلم فيه اليوم. اليوم إن شاء الله سنتكلم في الآتي: سنتكلم أولا في تذكر الآيات، وحنستخدم تقنيات الذاكرة، حنستخدم من ضمن التقنيات حنستخدم الرموز والرسم. من أين نحصل على هذه الرموز وكيف نحصل عليها؟ حنتكلم عن الخريطة العقلية، حنراجع الأسس تبعتها، حنوضح بعض الأخطاء اللي بيصير فيها، حنوضح عن الفروع اللي عادة بتكون فيها هذه الخريطة. وبعد هيك إن شاء الله حنتكلم في تقسيم الموضوع للصور، يعني من وين حصلنا على هذا التقسيم، ومن كانوا رواد في هذا المجال، وفي النهاية إن شاء الله سنطبق على سورة من سور القرآن الكريم. هذا هو موضوعنا إن شاء الله. فنبدأ أولا في تمرين بسيط. حتى نبدأ بالتمرين، يا ريت يا جماعة بنصحك بكاسة شاي أو كاسة قهوة أو كاسة نسكافيه، أي شيء يعدل مزاجك. هذا واحد. بنصحك بقلم رصاص، بورق، بألوان. ويا ريت هلقيت، حنبدأ نطبق طبعا، وأتمنى التطبيق تصوره وترسل لي إياه. مش عارف إذا الزوم بيسمح التاش لصورة. هلقيت يا جماعة، لو سألتكم بدنا نكتب 5 كلمات، هاي مثلا: الليل، السماء، الصدق، الإنسان، الجنة. هلقيت هاي الكلمات، لو أريد أن أوجد لها صور، أوجد لها رسومات، من أين أحضر لها رسومات، أو كيف أنا أرسم لها رسومات؟ ما رأيكم؟ أسمع منكم. الليل إيش أرسم؟ أرسم له. هنعمل هذا التمرين، هعطيكم مجموعة من الكلمات، لكن إحنا هلقيت خلينا نشوف. الليل ممكن والله نرسم الظلام كمان. إيش بتقترحوا علي؟ قمر. لليل تمام، قمر، نجوم. نجوم ممكن، نجوم صحيح، اقرأ رتب نجوم. حلو، يعني أنا لو هيك حطينا مجموعة من الاقتراحات اللي اقترحتوها، والله ممكن الظلام، ممكن القمر، ممكن الهلال، ممكن النجوم. جميل جدا، لون أسود ودائرة بيضاء تمثل القمر. جميل جدا، جميل جدا. هيك احنا بدينا نقترح اقتراحات. يعني خلينا، لو انا شغلت الرسام عشان انا ارسم، يعني لو انا مثلا في المربع هذا بدي ارسم شيء بيمثل الليل، فهاي لون، وهاي والله هاي الهلال، وهاي كمان لون ابيض. تقريبا هذا لمحمد صار يمثل الليل. طيب لو اجى علاء، لو اجى سعاد، لو اجت ام، لو اجت فاطمة، لو اجى اي واحد وقال والله انا، لا انا هذا الشكل هيك يمثل الي الليل، هل كلامه صح او خطأ؟ يعني خلينا نعمل هيك، ونعمل كمان صورة اخرى منها وقال والله لا انا بالنسبة لي يمثل الليل الشكل هذا والنجوم. إجا واحد آخر قال لي لا، أنا هاي النجوم هي الليل. ما رأيكم أيهما أصح؟ أي واحد في الثلاثة أصح؟ لو حطينا أرقام، هاي رقم واحد، هاي رقم اثنين، هاي رقم ثلاثة، جميعهم كل يقبل ما يقرب ذهنه. جميل جدا، رقم واحد، الثاني أصح، الثالث أصح، ممتاز. معناته يا جماعة حاليا نحن نتكلم في منظور، بدي هيك أعيد صياغة الكلام، منظور اسمه منظور، كلمة كبيرة جدا، منظور إبداعي. كل واحد حينظر إلى منظور إبداعي. منظور إبداعي طبعا تعريف
تعريف طارق سويدان لموضوع الإبداع، الإبداع هو الإتيان بجديد. أنا وإياكم كل واحد فينا فكر بتفكير إنه والله الليل يعني هو هذا التصور اللي أنا شفته، قد يكون طبعا كل واحد منها. طب ممتاز، لو رحنا أجينا للسماء، هات نجيب السماء ونقول ماذا تقترح علي في رسمي للسماء؟ ماذا أرسم؟ غيوم، شمس، اللون الأزرق والنجوم. غيوم، سحابة، شمس، عصافير وغيوم. طب هل ضروري أنا أرسم؟ يعني لو أنا كنت شاطر ورحت أنا جبت صورة من هاي الصورة موجودة أمامي، رسام، هاي أنا حاليا جزء من شاشتي مرسوم فيها غيوم، مرسوم فيها هذا الشكل، هل أستطيع الصورة الموجودة أمامي، أخذت جزء منها كسماء، هل تصلح؟ لا تصلح، أنها على شكل بركان. لا، هي جزء من صورة كبيرة، هي الصورة كبيرة، هيها السماء جزء منها. أنا كمحمد كانت وجهة نظري والله إنه هذه تصلح سماء. أحمد طبعا والعديد زي نعمة وغيره قالوا لا تصلح. ممتاز، معناته من يحدد هذه الصورة معناها كذا أو غيرها؟ صاحبها الذي اختارها أو الذي رسمها. طب سؤالي لكم الأهم، هل ضروري الصورة أن تكون جميلة؟ لا، لأنه في كثير من الناس من الموجودين حاليا معنا لا يستطيعون أنه الرسم بشكل جميل. يعني أنا ما عندي أنا كمحمد ما عندي مهارة الرسم الرائع والله، زي ما انتم شفتوا قبل قليل، يعني الهلال عندي مسكين، يعني يحتاج إلى إصلاح كبير حتى يصبح هلال جميل، لكن في ناس من المبدعين يستطيع الرسم أكثر. ممتاز، إذا إحنا هيك صرنا أقرب إلى المعنى الذي أريده. المعنى الذي أريده يا جماعة إنه أنا حاليا لو أنا أريد أن أرسم لليل أو السماء أو الإنسان أو حتى الجنة، هي عبارة عن أشياء ملموسة أستطيع أن أرسمها وبسهولة تقريبا. لكن لو إجينا نرسم للصدق، كيف سنرسم له معنى؟ الصدق شيء معنوي. يلا اقترح علي ماذا أرسم للصدق. البياض، جميل، ماشي. الصبح، الميزان، لسان بجامعه علاقة صح، لسان واحد عم يحكي إشارة صح برضه ممكن، طفل مبتسم، ابتسامة، كل ما تتكلم فيه صحيح. جميل جدا، إذا في المرحلة هاي سأحتاج إلى مساعدة. غانية طبعا ما شاء الله عليك، يعني مبدعة بشكل كبير جدا، تتكلم عن قلب. خلينا نسأل جوجل، ما رأيكم؟ إذا حاليا أنا أستطيع الآن الاستعانة بالإنترنت. يعني لو إجينا أنا للإنترنت وهاي تكلمنا، هل أستطيع أن أبحث عن صور؟ آه طبعا أستطيع، هاي الصدق. طبعا ممكن تطلع صور مش مناسبة، لكن حاليا هذا الصدق، هختار صور نشوف ماذا يقترح علي. هذا الصدق طريق الجنة، وأعطاني كلام. لو أنا طبعا أحتاج إني أرى من الصدق، ليست الرسومات اللي زي هيك، أحتاج رموز طبعا. مع جوجل ما في شيء مستحيل، ممكن. طب انا كيف بدي اجيبها؟ بدي اروح على الادوات، اجيت في الادوات، اريد ان اختار من النوع شيء اسمه قصاصه فنيه. هاي بدا يعطيني اشياء لها علاقه، هاي قيمه الصدق، واحده من الاشياء اللي انتم اقترحتوها، بنت مبتسمه، الصدق، طمانينه، كن صادقا، جابني صوره فيلم الكرتون بينوكيو، هذا الانفه يكون طويل كل ما يكذب، الصدق اللي هي إشارة القلب، جميل جدا. أها ماذا كمان؟ الصدق، الطريق، مجموع الصدق، كلمة الكذب وعلى إشارة إكس. أنتوا شايفين حاليا ماذا يحدث؟ طيب لو أنا جربت تجربة أحسن، ماذا يعني الصدق
باللغة الإنجليزية. والله أنا طلعت كمان بالإنجليزي مش عارف، معلش عشان أنا ضعيف بالإنجليزي، فأنا بدور على ترجمة جوجل. تمام، أنا حاليا أنا يعني أضع نفسي مكان أي شخص، تسأل جوجل: يا جوجل ماذا تقترح علي؟ الصدق. ما معنى الصدق؟ والله جاب لي honesty. honesty بدي أروح أنا أدور عليها باللغة الإنجليزية في المكان اللي أنا كنت أدور فيه. ستجدون أنه باللغة الإنجليزية هناك كثير، طبعا هاي أدوات وهاي النوع وهي قصاصة فنية، ستجدون وجود كثير من الرموز الأفضل باللغة الإنجليزية. أدوات، نوع، قصاصة فنية، زي ما أنتم شايفين. هاي أعطاني شخص، أعطاني الصداقة، أونستي، القلب الأبيض. بدأت تظهر عندي رموز بشكل أفضل كثير. حاليا هيك هذا المقدمة البسيطة، أنه كيف أنا ممكن أذهب لإحضار رموز. جميل جدا. طب السؤال الأهم من هذا كله: لماذا نرسم الرموز؟ نكتب هيك السؤال: لماذا نرسم الرموز؟ طالما أنا بدي أحفظ، طبعا أنا ليش أرسم رموز؟ طبعا الرموز، لو أتكلم رموز أو الصور، هل لها معنى؟ أو هل لها هدف؟ هل لها دور في الحفظ؟ لأنه جزئين الدماغ بصيروا يشتغلوا، تمام، لأنه بيسهل علي الحفظ لترسيخ المعنى باستخدام الفص الأيمن. باستخدام الفص الأيمن. تمام، هيك بثبت المعلومة سمعي وبصري. طيب نروح على معلومة هيك حلوة ومعلومة جميلة جدا. This meeting، طبعا يا جماعة إن شاء الله لما يخلص اللقاء حرد نسجل كمان مرة إن شاء الله. أنا في 10 دقائق. لو جينا اطلعنا يا جماعة على إمكانية التذكر، وهذه إمكانيات التذكر اللي نتكلم عنها، هل إلها علاقة طبعا في موضوع الذاكرة الأيمن والأيسر؟ طبعا احنا في لقائنا الماضي عرضت طبعا الباوربوينت البسيط اللي أنا تكلمت فيه، أنه والله أنا بإضافة بعض الأشياء اللي بتساعد في الذاكرة هتخلي الحفظ أسرع. من ضمن الأشياء اللي احنا ضفناها، ضفنا الموضوع القصة، وضفنا موضوع الألوان، وضفنا موضوع، والله من ضمن الأشياء اللي ضفناها هي عرضتها عليكم بالشكل هذا: عناصر الذاكرة الخارقة، الناس تتعلم بالقصة، الكلمات المفتاحية، الرموز والصور، والألوان. أنا وياكم كنا نتكلم لحد الآن في موضوع الكلمات المفتاحية، واللقاء الماضي تكلمنا عن القصة وبدأنا ندخل في موضوع الرموز والصور، وحالياً قاعدين بنضيف موضوع الألوان. وجودها الرباعية هاي بتعطيني تأثير ممتاز جداً جداً وقوي جداً جداً على الحفظ. طبعاً أم أنس بتسأل: هل الصور من المدخلات التي لها تأثير على الدماغ من دون أن ننتبه عليها حتى؟ بدي أعطيك مثال بسيط أم أنس. حالياً لو تخيلنا سائق، والسائق هذا يسوق سيارة وهو في أقصى سرعة وقرب من إشارة على مفترق الطريق، والإشارة هاي فجأة أصبحت أحمر، ما مدى استجابته؟ هل سيستجيب بسرعة أو لا؟ طبعا سيستجيب بسرعة، لأنه المدخلات أو معالجة الصور أسرع بشكل كبير جدا 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 ب 32 ضعف. طبعا هذا الكلام عشان تعرفي، أو عشان نوضح موضوع ال 32 ضعف، خليني أنا أعرض عليكم نموذج صغير. شارع، هاي شارع أيا كان من الشارع، حقت هاي أنا الشارع مثلا، والسائق يسوق هذا الشارع هذا، وعلى على على طرف الشارع يوجد إعلانات. هاي الإعلانات تستطيع أنت قراءتها بشكل سريع جدا جدا، حتى وأنت طبعا لو كنت ماشي في السيارة بسرعة 120 أو حتى 200. طب هل الناس أو الشركات اللي بتضع هاي الإعلانات، هل هي مثلا حمقاء لدرجة كبيرة أن تضيع أموالها؟ لا، هي متأكدة 100% أنه تستطيع أنت قراءتها وقراءتها بالسرعة هاي.
نتكلم في هذا الموضوع طبعا بتفصيل إن شاء الله في خلال الدورة. أستاذة كلثوم تسأليني عن سؤال، إذا أنت بتحبي تعرفي معناه. طبعا هي بتسألني عن الدورات هاي، إنعاش العقل لحفظ القرآن الكريم. طبعا إذا أنتم حابين تعرفوا أكثر عن موضوع هذا اكتبوا إنعاش العقل لحفظ القرآن الكريم، اللي هي بتندفع بأي سعر كان هاي، بس دوروا عليها باللغة الإنجليزية وشوفوا موجودها، موجود طبعا في الهند وموجودة في باكستان وموجودة في مجموعة من الدول، وهي عبارة عن طرق احتيال كبيرة جدا جدا، لكن اللي موجودة بالسعودية لا أعرف عنها شيء، لكن ما بحثت عنه من الناحية العلمية ومن الناحية التجريبية، وطبعا في لقاءات كثيرة جدا في الموضوع هذا، ستجد أنه الموضوع فيه نصب كبير جدا. خلينا طبعا نحكي في هذا في موضوع شيء ثاني. هي تتكلم هل يمكن، أو سؤالها العكسي، هل يمكن حفظ القرآن في 10 أيام؟ لا أستطيع الإجابة، ما عندي من المعلومات الكافية، لكن عندي المعلومات إنه هل المخ يشتغل بالمادة. إذا أنت حابة تحكي في هذا الموضوع يا كلثوم، خلينا نحكي فيه بالتفصيل، لكن بعض إن شاء الله، بعد إن شاء الله المحاضرة نقدر نحكي من خلال واتساب، فيسبوك، غيره، حتى نضع الدليل العلمي للموضوع هذا. طيب نكمل في جزئيتنا حلقت، بما انه احنا ماشيين بتسلسل، التسلسل اللي احنا كنا ماشيين فيه كان يطرح الآتي، كان يطرح اولا هل انا استطيع التذكر؟ والله استخدام الذاكرة، استخدام الرموز، ومن اين احصل عليها؟ سؤالي لكم حلقت، واحنا نتكلم بشكل سريع مر علينا من الوقت طبعا ومرت سريعا جدا سبحان الله، تكلمنا على 5 كلمات كتبتها على الوورد ورسمت منها 3 كلمات، هل تتذكروا عنها شيء؟ نشوف ذاكرتكم كيف صارت. الكلمات التي كتبتها على الوورد ما هي؟ إذا بتكتب الثلاثة بكون ممتاز كتير، واللي بكتب أكتر يا سلام بكون ما شاء الله عليه. والسؤال أنا عارف إنه مفاجئ، أنا متعمد إنه مفاجئ. اللي كتب الثلاثة أو تذكر الثلاثة حاول تتذكر الثانيين، حاول تتذكر الخمسة وشوف أيهما أصعب، تذكر ما رسمنا أم تذكر ما لم نرسم. قيس نفسك واكتب لي أنت ماذا تذكرت؟ أم أنس ومجموعة قاعدين بيكتبوا لي اللي رسمناه كان سهل، اللي لم نرسمه كان صعب. ما رأيكم؟ نشوف التجربة العملية ماذا تعطينا؟ طبعا موسى طبعا بتحكي إنه حكينا فيه وبدينا نفهمه. ممتاز ممتاز. طيب كنا نتكلم في الموضوع الآتي، كنا نتكلم هل هناك أثر لما رسمنا من رموز وفهمنا؟ كان الرمز الأول اللي إحنا رسمنا الليل، فاقترحته علي مجموعة من الاقتراحات والحمد لله تمت الأمور على خير واخترنا رمز، فالليل لم نحتاج. هذا الرسمة الأولى. طيب الرسمة الثانية بعد الليل رحت أنا والله بديت أفكر هل أنا أرسم السماء ولا لا؟ طب إذا أنا صرت رسمت السماء فرسمنا بعدها موضوع السماء، بعد هيك تكلمنا في مجموعة من الرموز وبدأنا نتناقش. فلو انتوا لاحظتوا انه والله انا هذه الرموز اللي انا رسمتها والتي تناقشت فيها كانت حفظها افضل من الرموز التي لم اناقشها. طبعا احنا ما ناقشناش الجنة، ما ناقشناش الانسان. لو احنا جينا هيك راجعنا انا وانتوا طبعا هاي هيك نرجع، هاي اللي كان مكتوب السماء الليل، السماء الصدق، الإنسان، الجنة. ولو أنا قلت لكم سمعوا لي إياهم بعد يوم أو حتى بعد أسبوع، حتلاحظوا إنه الإنسان والجنة في الغالب حيطيروا، والصدق عند معظمكم كمان حيطير. يعني بالعربي ما رسمناه بيدنا هو من سيثبت، وسيكون مراجعته كمان أسهل. فهذا طبعا التأثير العملي للرموز.
طيب في الرموز هاي خلينا ننتقل إلى القرآن. لو أنا بدي أتكلم عن القرآن، طيب نكمل يا جماعة. فكان موضوعنا هذا الكلام، هل أستطيع نقل نفس الفكرة، نفس الفكرة على القرآن؟ نعم. نشوف مين جماعتنا اللي في القرآن كانوا بيتكلموا عن هذا الموضوع. كانوا بيتكلموا يا جماعة الناس المحترمين هذول، كانوا بيقولوا لنا لو أنا إجيت فكرت إني أنقل هذه الفكرة على القرآن، ففي ناس فكروا قالوا يا جماعة لو إحنا إجينا رتبنا أفكارنا على شكل رسمة، الرسمة هيكون اسمها خريطة عقلية، اللي هي أنا حاليا أنا أستخدمها للشرح. الخريطة العقلية عبارة عن رسمة تبدأ من المنتصف، من المنتصف يتفرع منها فروع، هاي الفروع، وعادة ما تكون الرسمة بالعرض، فهاي الرسمة موجودة بالعرض. طيب الرسمة هاي والفروع هاي نستخدم فيها كل إمكانيات التذكر، يعني أنا بستخدم فيها الكتابة، بستخدم فيها الرموز، بستخدم فيها الألوان، بستخدم فيها الترتيب، بستخدم فيها الأرقام، ما في أي مشكلة في كل هذه الاستخدامات. من يرسمها؟ يرسمها صاحبها، أو ممكن يستخدمها من شخص رسمها بشكل مرتب. طيب هذه الخريطة عرضنا في لقائنا الماضي مجموعة من النماذج، طبعا للتذكير بس، هاي اللقاء الماضي، وهاي مجموعة من النماذج، هاي خريطة عقلية الأولى رقم واحد. هاي الخريطة ما رأيكم فيها؟ والله أنا شايفها خريطة كويسة ومرتبة وممتازة وجميلة. هاي الخريطة الأفضل، أم نفس الخريطة مرسومة بشكل ثاني، مرسومة بهذا الشكل بإضافة الألوان والرموز، أيهما أفضل يا جماعة؟ الخريطة الموجود عليها الرموز والألوان، ولا الخريطة اللي فقط كتابة؟ لحظة بس، مش عارف في ناس. طبعا الألوان والرموز. طب بدي تشوفوا لي هاي الرسمة، بدي أقول هاي رسمة رقم واحد رقمها، ولا الرسمة رقم اثنين الرسمة نفسها، ولا الرسمة رقم اثنين هاي طبعا واحد، هذه فقط كتابة. الرسمة رقم اثنين هذه اللي هي الموجودة فيها كتابة ورسومات ورموز، ولا الرسمة رقم ثلاثة؟ إيش رأيكم، ما أيهما أفضل، واحد أم اثنين أم ثلاثة؟ واحد اثنين، إحنا لقيت نسأل عن رأيكم. يعني المعظم يتكلم عن إنه الرسمة رقم اثنين هي الأفضل من وجهة نظركم. حشارككم إن شاء الله، حشارككم هذه على ممكن ثلاثة إذا أنا رسمتها بإيدي. حسب الكلام هلقيت نتكلم من الناحية العلمية، لو جينا اطلعنا على رقم واحد، رقم واحد بتوظف من الدماغ، الدماغ طبعا بتوظف الخريطة وإمكانياتها، لكن مش محدد فيها الكلمات المفتاحية ولا مضاف عليها رموز، فهي الأضعف، فأنا أطلعها من الاختيارات. لكن من الناحية العلمية رقم اثنين، خلينا نشوف رقم اثنين تم استخدام عليها الخريطة بكل إمكانياتها، من فروع، من كتابة على الفروع، من استخدام للرموز، من تحديد الكلمات المفتاحية، ومن تلوين المهم والأهم، زي مثلا في المنطقة هاي شروط الرموز والصور يكون واضح مميز جديد، هاي هذه لها إمكانيات ممتاز. طيب هاي رقم اثنين، بينما رقم ثلاثة تتكلم على الآتي. رقم ثلاثة تتكلم عن موضوعنا اليوم، ليس بالضرورة كتابة كل شيء. يعني تعال نطلع قواعد خرائط العقل. أول شيء الورقة بالعرض، هاي الورقة بالعرض، ونوع الورقة A4 أو A3. معتصم ظاهر طبعا واحد من طلابي في الصف التاسع راح رسم مستطيل بالعرض وكتب A4 أو A3. القاعدة رقم اثنين تبعت الخرائط، أن أستخدم الفروع وكل ما يتفرع منها بنفس اللون، يعني مثلا هذا الفرع أحمر يجب أن يتفرع منه فروع باللون الأحمر، مهما تفرع يبقى أحمر، فهو رسم فرع أسود وتفرع منه أسود وتفرع منه أسود. تعال نطلع على المنطقة هاي، لون الفرع واحد ولا يتغير مهما كان فروعه، هاي على الفرع الثالث ماذا يكتب على الفرع؟ كلمات،
هتنشوف والله ايش كاتب لي. كلمات الف ب ج، رموز، حط لي رموز وصور وحط هاي، نشوف التعبير عنها بالفرع. بالفرع هناك ماذا يوضع الفرع؟ هاي كلمات الف ب ج 1 2 3 وارقام رموز وصور. طيب بالنسبة للرموز والصور تكلمنا عنها، واضح مميز جديد، والكتابة أو الفروع على أو الرموز على الفرع هتنشوف في المنطقة هاي. بقول لي والله شروط الكتابة والرموز واضح، هذا أنا وكل الناس نفهمه، مميز أنا شخصيا فقط أفهمه. إذا كان جديد وأخشى أن أنساه فيكون له مفتاح أن يكتب على الخط. بالنسبة للكلمات هاي على المنطقة الثانية، أن تكون الكلمات مفتاحية، إنه ليس بالضرورة أن أكتب كل شيء، حجمها مناسب، يعني الفرع الرئيسي كبير على الفرع أصغر، لا تكتب بشكل عمودي. الكلمات لا يفضل أن تكتب بشكل عمودي، أن تكتب على الخط. تعال نطلع على الرسم الثاني كيف تم التعبير عنها. هيا كلمات مفتاحية، يعني قد تكون كلمة أو كلمتين على الفرع، لا تكتب بشكل عمودي، يعني لما تزيدش عن 45 الزاوية. حجمها كبير على الفرع الرئيسي، على الفرع الفرعي أصغر، وتوضع على الخط سواء كانت كلمات أو رموز. لو إجينا حطينا هاي جنب هاي، هل اختلفت في المعنى عن بعض؟ خلينا أشوف رأيكم. هل اختلفت الخريطة رقم 2 عن الخريطة رقم 3 في المعنى؟ ما رأيكم؟ طيب أيهما أسهل في التذكر؟ هل اللي فيها عليها كلمات كثيرة أم اللي عليها كلمات أقل؟ رقم 2 أم رقم 3؟ ستجدون أن رقم 3 أفضل كثيرا في ناحية التذكر. جميل جدا، هيك إحنا بنكون قربنا بشكل كبير جدا لما أريده من توظيف الخريطة في حفظ القرآن الكريم. إنه أنا لا أبحث عن الجمال بشكل أساسي، وإن كان لو وضعت أنا الجمال اللي هو مثل خريطة رقم 2 بكون ممتاز. هذا إذا كان أنا إمكانياتي سواء تكنولوجية، إنه ممكن والله أنا أجيب صور من جوجل، أو إمكانياتي الفنية، أنا والله ممكن أكون رسام بارع، ممتاز خير وبركة. لكن لو كانت إمكانياتي في الرسم متواضعة مثل أخونا معتصم، لا مشكلة، لأنها ستعطيني نفس المعنى، وعلى العكس هكون أنا فخور بإمكانياتي هاي بأن أستطيع توظيف هذه التقنيات. جميل جدا، إذا نذهب إلى القراءة. هيك إحنا وصلنا للنقطة المهمة إلي. النقطة المهمة إلي يا جماعة هاينا، إنه أنا لو أنا بدي أطلع على الخريطة العقلية، أهم شيء تكون الخريطة بالعرض، والخريطة بالعرض والفروع تبعتها لما أطلع عليها زي ما انا شايف انا خريطتي الموجوده امامي، تكون بسيطه في المراجعه، ليست كلمات كثيره، واضحه الرموز والكلمات الموجوده بالنسبه لي. هاجت احنا نشوف حسب خطتي الموجوده حاليا، يفترض انا وانتم نذهب الى القران، الى التقسيم الموضوعي للسور. ايش هو التقسيم الموضوعي؟ خلينا نشوف على المصحف نفسه، المصحف التقسيم الموضوعي، وعلى الأستاذة صفية في دورة القرآن من تلماذ في القرآن. نبدأ أولا الشات كلثوم، إنه أفضل أستاذ الكريم خرائط الجاهزة أو أن أكتبها؟ هذا جواب إن شاء الله سأجاوبكم عليه عملي، يعني أنا في خلال لقائنا اليوم، يعني من أفضل الأشياء إنه أنت تعرف الإجابات عمليا. خلينا نشوف الموجود أمامي يا جماعة، اسمه المصحف الموضوعي الملون. المصحف الموضوعي الملون لو إحنا جينا طلعنا، طبعا لإخواننا من دار الفجر صار في أكثر من طبعة، لكن رائع جدا جدا جدا. أنا طبعا أخذته عندي وموجود عندي نسخة مطبوعة، والرابط موجود على الإنترنت. لو كتبت على الإنترنت أنا وأنت هيك بحثنا المصحف الموضوعي الملون، وهي بي دي اف على جوجل، ستجده
بسرعة، يعني مش هيكون عندك مشكلة، بتقدر إن شاء الله تنزله وتستخدمه. لو جيت أنا وأنت نريد أن نرسم خريطة، هجيت الخريطة اللي بدنا نرسمها نبدأ من جزء عامة، يعني خلينا ناخذ لنا صورة قصيرة على قدنا إحنا ونبدأ هيك نطبق عليها. هاي مثلا عندي صورة المعون، لو جيت وطلعته هاي أنا هيك أكبر نشوف هاي صورة المعون من المظهر العام. لو جيت وطلعته صورة المعون هاي موجودة أمامي، إلى كم جزء تقسم؟ لسه ما شفت شيء ولا قرأت شيء من اللون ده، طلعت إلى 2. جميل جدا، جميل جدا، حلو. معناته أول واحدة من فوائد هذا المصحف إنه هناك مجموعة من العلماء الثقة، طبعا العلماء الثقة اللي اجتمعوا على كل صفحة من صفحات المصحف زي ما انتم شايفينها، وبالألوان لونوا لي اياها. يعني مثلا هي سورة القارعة تقسم إلى 3 أجزاء، الجزء الأول عشان أنا وياكم هيك نقرأها مع بعض، بقول لي سورة القارعة الجزء الأول من 1 إلى 5 يتكلم عن صور من مشاهد يوم القيامة وأهوالها، من 6 إلى 7 وفوز وسعادة المتقين، الجزء اللي بعديه خسارة المقلين في يوم الدين والخسارة يوم القيامة لا تعويض بعدها. جميل جدا. طبعا هاي مش عارف الاسم، لو بتكلم عن دائما بستخدمه ورائع جدا الصحيح. في أول مرة قرأت فيه للأمانة حسيت حالي إنه أنا ما قرأت قبل ذلك القرآن، كنت استمتعت فيه وبشدة، بتحس أنت عايش مع القرآن. طيب معناته هاي الجزء الأول من هذه المتعة، إنه والله إحنا بنقدر إن ناخذ الصورة مقسمة وجاهزة، طبعا متوفر في المكتبات، موجود في الوطن العربي بشكل كامل. وهدول الناس اللي اجتمعوا فيه، طبعا في نهاية الكتاب المصحف كاتبين، هاي طبعا هاي كاتبين تنويه تلفت إنه دار النشر. هاي بقول لي والله اللون الأزرق يتكلم عن آيات الله وقدرته في الكون، اللون الأخضر يتكلم عن شمائل النبي، عن المؤمنين، عن الجنة وأوصافه، اللون البني معناته كمان بيقترحوا عليك كمان الألوان اللي تستخدمها للفروع. هذا كمان والله شيء جيد، يعني لو أنا أجيت اطلعت في فيما طرحنا قبل قليل من هذا المصحف، هاي المعون اللون الأول موفي اللي هو هذا اللون، واللون الثاني اللي هو أحمر. خلينا نشوف بالله عن ايش بيحكوا هذول اللونين. اللون البنفسجي يتكلم عن القرآن ومكانته، صفات الإنسان وجحوده وتكبره، الرد على افتراءات ومزاعم المشركين. اللون البرتقالي أو اللون هذا يوم القيامة وعلاماته، طبعا اللون الأحمر جهنم وأوصافها، عذاب المشركين والكافرين. معناته أنا أتكلم في هذول اللونين بإمكاني استخدامه. يعني حاليا ها بدي أنا أبدأ رسمتي تتكلم عن سورة المعون. طيب سورة المعون أنا مش عارف أصلا معنى المعون، معناته من الأشياء كمان المساعدة في هذا المصحف إنه حاطين في الهامش معاني الكلمات. يعني لو هيك إحنا جينا كبرنا، أول شيء الماعون سورة مكية، مش حاطين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا حض على طعام الساهون والذين يمنعون الماعون ويرعون ويمنعون الماعون، طبعا حاطين الرياء، حاطين معاني الكلمات في المنطقة هاي. هلقيت سؤالي لكم، فاطمة على الغالب موجود في الجزائر، يعني حاليا خريطة اللي أنا بدي أرسمها لهذه الصورة بما أنه واحد من تمريناتنا اليوم بدها تكون الآتي: أول شيء بدي أرسم من المنتصف خيمة، مثلث، مربع، شيء أحط فيه والله الصورة. طيب كمان من الأشياء اللي لازم أعملها بدي أقول والله أنا الورقة تبعتي المفروض تكون بالعرض، يعني بالشكل هذا. طب أنا أرسم دائرة، مثلث، مربع، شكل، أنت حر في المنطقة هاي. طيب لو إجا واحد مبدع قال أنا والله أنا الصورة هاي
لو جينا اطلعنا عليها كمان مرة، والله هاي سورة الماعون تتكلم عن وراح بحث على الإنترنت. خلينا أسمع منكم، ما معنى كلمة الماعون من أهل الاختصاص، من أهل العلم في هذا المجال، ما معنى كلمة الماعون؟ أدوات في المنزل، جميل، الصحن، الأدوات، الآنية المستعارة الدكتور، ماعون الطعام، الأواني، جميل جدا، وعاء للطعام، جميل جميل جدا. بما أنتم هالقيت، ماذا تقترحون علي رسم لها؟ هيك احنا رجعنا لأول المحاضرة تبعت اليوم. طبعا الدكتورة إيمان هي جابت المعنى الكامل، المعونة والمساعدة، أي شيء يمكن أن يتم المساعدة فيه. هلقيت يا جماعة، ماذا تقترحون علي رسم لهاي؟ طبعا قد طبق ممكن أرسم فيه، هاي واحد، ممكن أرسم الآنية، هاي اتنين، ممكن أسأل جوجل، هات برضو نسأل جوجل كمان مرة. الماعون، أعطاني تفسير سورة الماعون. طبعا هي سورة مكررة، هاي الصور بنفس ما طبقناه قبل قليل يعني. الله ينور عليك يا أنس، طنجرة. طبعا احنا لو قلنا طنجرة اخواننا في مصر بجوز يكون عندهم مش واضحة الأمور. فهي أدوات، هاي النوع، هاي قصاصة فنية، هاي أعطاني صحن على الشكل هذا. هات نشوف، هيك صحن يكون كويس، هاي صحن أمي. طب صحن أمي كويس، بدي أخذ هذا نسخ الصورة. أنا حاليا بدأت بالخطوة الأولى، الخطوة الأولى كانت أرسم. تعال يا صحن. طبعا يا أنس هي تقرب في ذهني هذا المعنى. طبعا حل بالمصري، انا والله عارف يا سيرين، يعني مشكوره كثير على التعريف. هي بتقرب في ذهني هذه الكلمه. وكمان لا تنسي انه هذه الخريطه، احنا اهم الاصناف او اهم الناس اللي احنا بنتعامل معهم كبار السن، الاطفال تحت سن الكتابه وغير الناطقين باللغه العربيه. انا اريد تدبر ومعنى القران قدر ما استطيع. طيب قد خلصنا الجزء الاول، هاي انا والله، هاي هل من الضرورة إني أكتب كلمة معون؟ والله إذا كانت الخريطة لمحمد ليست بالضرورة، هاي الجزء الأول. والله إذا كانت يعني إذا كانت الخريطة لمحمد خلاص هيك، أنا بالنسبة لي واضحة معنى المعون. طيب ماذا يضاف كمان على الخريطة في المعنى في المنتصف؟ والله يضاف من الأشياء التي أنصحكم فيها ترتيب الصورة وآياتها، كم عددها. فترتيب الصورة هاي أنا شخصيا يعني من القواعد اللي وضعتها لنفسي في هذا الموضوع، قلت والله إذا أنا بدي أحط بحط والله الترتيب، والله هاي 107 ترتيبها بلون، وعدد آياتها 7. خلص أنا هيك صارت عندي واضحة بالنسبة لي، والتزمت بأنه اللون الأزرق دائما أستخدمه لعدد الآيات، واللون الأحمر دائما أستخدمه للترتيب، عشان لما انا اجي اسمع القران ان شاء الله ربنا هيك يعيننا على حفظ كاملا، ان انا احفظ السور بترتيبها كاملا. خلصنا الخطوه هاي. طب والله اذا انت حاب كمان اجتهادا، اذا كان حاب تضيف السوره هاي مكيه او مدنيه كمان، هذا بكون من الاشياء الكويسه. فانا ممكن والله انا هاي ممكن، خلينا نعمل هيك، ممكن اكتب كلمه مكيه، تعالى مكية، أنا هيك كتبتها. ممكن للناس المقترحين، ممكن والله أنا أرسم رمز للمكية. ماذا تقترحون علي أرسم رمز عشان يوضح لي إنه هاي السورة مكية؟ لاحظوا لحد الآن لساتنا إحنا في العنوان في المنتصف. اليوم المحاضرة كنت متوقع إحنا نخلص بدري، لكن سبحان الله يعني أنا مستمتع في المحاضرة، وسامحوني إن كنت أطلت عليكم يعني. المعظم يقترح علي رسمة الكعبة. جميل جدا. تعال يا جوجل، هاي كعبة، هاي رمز كعبة، هاي مثلا هاي رمز الكعبة، هاي نسخ، وهاي الكعبة. طبعا حاليا شغلنا بشكل سريع، بدل مكية هاي صارت عندنا الكعبة،
نكمل يا جماعة. هلقيت حسب الصورة الموجودة أمامي، موجود إنه هاي الصورة مقسومة إلى جزئين، الجزء الأول الآيات من 1 لـ 3، والجزء الثاني الآيات من 4 إلى 7. معناته أنا بالنسبة لي بدها تكون على الشكل هذا. نشوف، والله أنا في الرسمة عندي، وهاي الخريطة، هاي الفرع الأول، وبما إنه اللون اللي أنا موجود هناك موف، فأنا ممكن آخذ هاي اللون الموف، واللون الثاني اللي هو اللون الأحمر، وهذه الآيات من 1 إلى 3، وهاي الآيات من 4 إلى 7. زي ما أنتم شايفين حاليا، أنا هلقيت حطيت الأشياء الأساسية للخريطة. طبعا بالنسبة لي هاي الآيات من 1 لـ 3 هي 1، هاي 2، هاي 3، والآيات من 4 إلى 7 هاي 1، هاي 2، هاي 3، هاي 4، وهاي الآية رقم 4 من فوق، آية رقم 5، آية رقم 6، الآية رقم 7، وهاي الآيات 1 2 3. طبعا أنا ببدأ من فوق وبتحرك مع عقارب الساعة. هل جيت أنا سؤالي إلكم في هذه الخريطة، أنسخ النص كله؟ يعني أروح أنا أقول هيك، أرأيت الذي يكذب بالدين، حطينا الآية رقم 1، فذلك الذي يدعو اليتيم. إيش رأيكم؟ أكتب زي هيك كلمات رمزية، لا رموز، الأسهل كلمات مفتاحية. جميل. طيب إذا بدي أكتب كلمات مفتاحية، أشيروا علي، أشيروا علي، يعني خليني أنا هيك أشوف ما هي الكلمات المفتاحية في هاي. أرأيت الذي يكذب بالدين، هاي الآية رقم 1، ما هي الكلمات المفتاحية؟ أشيروا علي. تمام، الكلمات المفتاحية هي الكلمات المميزة لها، صحيح. قبل لسه الرمز، أنا لسه بدي أعرف ما هي، لأنه من ضمن موضوعنا اليوم، موضوعنا اليوم يتكلم عن كيفية تحديد الكلمات المفتاحية. جميل. طيب من أسهل الطرق إني أعرف ما هي الكلمات المفتاحية، خليني أول شيء أشوف المعنى. أرأيت الذي يكذب بالدين، لو إحنا هيك شلنا أرأيت وقلنا الذي يكذب بالدين، أها ممتاز. طب لو شلنا الذي يكذب بالدين، يكذب بالدين ما زال هناك وضوح، أو ممكن أنا أراجع هاي. طب يكذب بماذا؟ لا، هيك صار أنا في عندي شيء ناقص، أو هيك صار في عندي معنى، يعني صار يصعب إني أنا يكون واضح بالنسبة إلي. فنرجع حبة هيك ونشوف طريقة الحذف. والله أنا ممكن أقول والله أرأيت الذي يكذب، أي واحد يكذب بماذا؟ بالدين. طيب أرأيت الذي، والله هذا كان علامة الاستفهام، بإمكاني أن أعبر عنها برمز. ماشي الحال، معناته يا جماعة شوف هيك صار عندي هاي النحاية، ونمسح ونقول أرأيت، وبدون كلمة الذي، والله ممكن بيمشي الحال. بس انتوا لاحظوا انا حكيت اتكلم عن محمد، بطلت اتكلم عن ليلى او هويدا او سحر او ايا كان من الناس، او احمد. انا حاليا انا اتكلم عن محمد. محمد وجد انه والله لو انا جيت مسكت هاي وحطيت المصحف جنبها، احتاج الى ما يذكرني. ها، ماذا يذكرني؟ الجزء الاخير هذا. طب خليني افهم، أرأيت الذي يكذب بالدين، ماذا يقصد بالدين؟ أها، معناته في هذه المنطقة يجب أن أبحث عن التفسير لإيجاد رمز مناسب في المنطقة هاي. طبعا في كلام، لكن خلينا أنا هيك نقدم إلها للمرة القادمة إن شاء الله. معناته أنا بالنسبة لي أرأيت، مش هتلزمني، الذي يكذب الدين ممتازة، والله يكذب أستطيع استخراجها،
فأنا صار في عندي حسب اقتراحاتكم، والله أنا ممكن أرسم علامة استفهام وأقول والله يكذب بالدين. وبما أنه إحنا كان عندي رسمة سابقة اسمها الصدق، بإمكاني أرسم الصدق وأعكسها، أو يكذب وأحطها. خلينا نحط لمحمد رموزه، أنا كمحمد والله أنا يكذب بالدين. هاي إشارة لسان، طبعا أنا عند محمد، أنا أتكلم عني أنا، هاي محمد، هاي اللسان وعليه إشارة إكس، اللي هو هذا اللسان يكذب. وما حداش يقول لي رسمتك مش حلوة، لأن أنا مش بارع بالرسم. أنا هيك خلصت الجزء هذا. طيب يكذب بإيش؟ بالدين. ما معنى الدين؟ والله حسب المصحف الموضوعي يخبرني أن عن هذا الموضوع يتكلم. فرأيت الذي يكذب بالدين، الآيات من 1-3، صفة من يكفر بالقيامة. بإمكانك صحيح استخدام الإيموجي، ما في أي مشكلة. طبعا أم أنس، لا نتكلم عن الإسلام في المنطقة هاي، الكذب بيوم القيامة. عشان هيك من الضروري أرجع لمعنى الكلام، معنى الآيات. هذا إن أحببت أن أحفظ بتدبر، من الضروري أرجع إلى ما معنى كلمة الدين في المنطقة هاي. لا أتكلم عن الإسلام، أتكلم عن يوم القيامة. طيب، فصار عندي هيك صورة أوضح للآية رقم 1، أرأيت الذي يكذب بالدين. ممتاز، معناته أنا أتكلم إلى من يكفر بيوم القيامة. وصارت هيك عندي البداية الرائعة. الآيات كلها الأولى تتكلم عن صفتهم، صفة من يكذبون بيوم القيامة. طيب يا جماعة، اللي كنا نتكلم فيه في آخر شيء يا جماعة، نتكلم في النقطة الأخيرة. طبعا النقطة الأخيرة هاي اللي أنا تعمدت أن أختار سورة الماعون للكلام الذي حدث في الشات بيناتنا. الكلام الشات يا جماعة اللي هو في الماعون، أرأيت الذي يكذب بالدين. فهناك من يتكلم عن موضوع الدين كأنه الإسلام. طبعا هذا الظاهرة والسطحي، لكن الدين ليس الإسلام، وإنما الدين كان هو يوم القيامة. وساعتها أنا سأضطر أن أبحث، وهو الشيء اللي أنا أريد أن أعمل فيه عقلي، أعمل عقلي بشكل يعني واضح، شيء مناسب، وإن شاء الله يا رب أؤجر عليه. إنه أنا هذا الكلام بيساعدني وبيساعد غيري، كيف أنا والله ممكن يعني أفهم القرآن الكريم وأتدبر فيه وأربط بين معانيه بشكل أفضل. طيب، بعض الملاحظات البسيطة في النقطة هاي، إنه يا جماعة لو أنتوا لاحظتوا كمحمد لم تكن رسمته جميلة جدا، تعمد استخدام الألوان المناسبة قدر المستطاع والتي تربط في المعنى، استخدم الكلمات المفتاحية التي تساعده هو في التذكر وفي المراجعة، وظف الرموز قدر المستطاع، والرموز التي المرتبطة بالمعنى بشكل كبير جدا. اعتمد، ها النقطة هاي، اعتمد يا جماعة على التقسيم الموضوعي. التقسيم الموضوعي، نحن حصلنا من مصدر أول صحيح 100%. المصدر الأول كان هو المصحف الموضوع الملون، واللي موثق من قبل ثلة من العلماء الرائعين اللي اجتهدوا في هذا الكلام. من أيضا وظف هذا الكلام كانت صفية بنت عبد الرحمن السحباني. صفية كانت جهزت خرائط ذهنية لسور القرآن كله. طبعا هي اجتهدت في هذا الموضوع وعملت، خلينا نشوف سورة الماعون من وجهة نظرها. مش عارف إذا هي سورة الماعون، حسب وجهة نظرها سورة الماعون تقسم إلى صفات المنكر ليوم الحساب والقيامة، الآيات من 1-7. طبعا على الشكل هذا هي قسمت السور تقسيم بسيط، مش تقسيم صفحات. يعني مثلا هاي سورة صاد، الآيات مثلا في سورة صاد من 1-11، طبيعة المشركين والرد عليهم، الآيات من 12 لغير ال 16، تكذيب الأمم
وعلى الشكل هذا، فهي ما شاء الله عليها اجتهدت بشكل كبير جدا في التقسيم الموضوعي. بإمكانكم الاستفادة من تجربتها، لكن تجربتها يعني حاليا اليوم في 2021 ليست الأحدث. طيب، هاي صفية بنت عبد الرحمن السحباني. الدكتور إبراهيم دويش عمل دراسة كاملة، أو نقول واحدة من الدراسات، لسورة البقرة، وقسم التقسيم الموضوعي لسورة البقرة وعملها في كتاب. لو كتبنا على جوجل، هاي جوجل، دكتور إبراهيم دويش، خريطة عقلية لسورة البقرة، نشوف الصور. طبعا هو عامل فيديو في هذا الموضوع، وعامل كتاب الخارطة الذهنية، عاملها بالشكل هذا. طبعا بإمكانكم طبعا البحث والاطلاع عليه، يعني بحب دائما انه نوثق عملنا بالشيء العلمي. نشوف احنا نطلع عليها، هاي مثلا بعتني على الكتاب، بإمكاني الاطلاع عليه، الخريطة العقلية طبعا لسورة البقرة، مقسمها على الشكل هذا. أنا أخذت منها واستفدت منها، وشاركت مع أخت من الضفة الغربية في جامعة النجاح، ضمن مشروعي. طبعا مشروعي أنا بسمي مشروعي أدوات مساعدة لحفظ القرآن الكريم، ففي خريطة كاملة لسورة البقرة مشاركين فيها في التقسيم الموضوعي والتقسيم التفصيلي لسورة البقرة. خليني أعرض عليكم كنموذج سريع طبعا، لنا تفصيل في هذا الموضوع، لكن أنا حاب أن أعرض عليكم من الناحية العلمية. هاي مثلا الآيات من 1 إلى 20 تتكلم عن أصناف الناس، من 1 إلى 5 مؤمنون، كافرون، منافقون، وعرضت عليكم خريطة كبيرة تتكلم بتفصيل عن هذه الآيات من 1 إلى 20. من 21 إلى 29 دعوة جميع الأصناف للتوحيد، طبعا خطاب للناس وتحدي بالقرآن وغيره. الآيات من 30 ل 39 تتكلم عن بداية الخلق طبعا البداية البشرية وبداية المعصية وصراع الحق. الآيات من 40 ل 123 تتكلم عن حقيقة إيمان بني إسرائيل وبالتفصيل. طبعا هذه طبعا حاليا احنا مشاركين فيها في رسالة ماجستير، وإن شاء الله ربنا يوفقنا فيها. طبعا أنا مش إلي، أنا المشارك في جزئية خرائط العقل، أما هي للباحثة رينا. وهاي التقسيم كامل لسورة البقرة. لو في حدا مهتم بهذا الموضوع، بدل ما أنت تدور على الصور، دور على الفيديو. ستجد الدكتور إبراهيم الدويش يتكلم بتفصيل خلال نص ساعة على الموضوع هذا إن شاء الله. تمام؟ لو إحنا إجينا حابين نستفيد من هذا الكلام بالجزئية اللي بعد ذلك، يعني لو إحنا بحثنا بشكل علمي، لأنه كما أخبرتكم إحنا هنتجه في 3 اتجاهات: تطبيق عملي، هذا كان الجزء الأول، شرح نظري، هذا الجزء الثاني، توثيق علمي. عشان من الحاضرين منكم، ما شاء الله عليكم، قامات وهامات علمية، من الحاضرين منكم أيضا ناس في الميدان، فأنا أحب نجمع ما بين كل الأدوات إن شاء الله. في الجزء الأخير، في كان أستاذ دكتور عصام الجبوري تواصل معي من فترة وتكلمنا بشكل تفصيلي. الرجل هذا هو وزوجته اجتهدوا بشكل كبير جدا وعملوا خريطة لكل المصحف، وأيضا يعني هو اجتهد بشكل جميل جدا. سأعرض عليكم كتابه، هاي أيضا سيساعد في التقسيم الموضوعي. والأجانب بيحكوا في هاي النقطة، شيء صغير جدا بقوله don't roll back the time، اشتغل الشغل انشغلت قبل هيك. يعني أنا والله ليش أنا أروح أصنع كاسة؟ لا، أنا بجيب كاسة وبطور عليها. ليش أصنع سيارة؟ أنا بجيب السيارة وبطور عليها، أنا أستطيع التطوير. وهكذا العلم، عادة العلم تراكمي، فإحنا إن شاء الله ربنا يقدرنا ونقدر نطور على أعمالنا أو أعمال غيرنا. فخليني أعرض عليكم كتاب الدكتور منتل ما فوق القرآن، وهلقيت أحط الرابط إن شاء الله كمان. اسم كتابه خرائط القرآن، تحفيز الأذهان، طبعا الدكتور عصام الجبوري، تحفيز الأذهان لتدبر القرآن. شخصية رائعة جدا ما شاء الله عليه. واطلعت طبعا أنا على الكتاب، نقول هو ما شاء الله عليك يا خالد، إذا كان
كنت أقرأ صحيحا. يعني ما شاء الله عليك، يعني تجتهد بوضع الروابط بشكل كبير جدا، رائع جدا الكتاب. الكتاب هو حوله أيضا لبعض الفيديوهات. خلينا نعرض مثلا سورة الماعون. سورة الماعون 460، هاي سورة الماعون، لو اجيتوا انتوا طلعتوا هاي سورة الماعون. فهو المواضيع التي تطرحها هاي، مثلا الموضوع الأساسي: احضر مساوئ الأخلاق، واطلب معالي الشيم، التكذيب بالدين، حق اليتيم، حث الغير على فعل الخير والسهو. وطبعا هو يطرح المواضيع هذه بالتفصيل ويجمعها في خريطة. الشخص طبعا اجتهد بشكل جميل جدا. بإمكانكم أيضا استفادة من تجربته والاطلاع عليه، وبإمكانكم التواصل معه. هذه هيك بشكل سريع إن شاء الله في موضوعنا، في طرحنا ضمن موضوع التقسيم الموضوعي للسور وضمن التطبيق لخريطة عقلية لسورة فيها مجموعة من الآيات إذا كانت 5 أو أكثر. طيب، لو إحنا حابين نطبق، وهو هذا يعني ختامي لهذا الموضوع عشان أفتح هيك على مستوى 5 أو 10 دقائق للحديث. كيف نطبق ونسلم المطلوب؟ طبعا إن شاء الله حيكون هذا الكلام من خلال اللي هي مجموعتنا التليجرام. هاي مجموعة التليجرام موجودة، وهي ما شاء الله يعني الجماعة شغالين بشكل سريع. هاي التليجرام أعتقد هو هذا الرابط تبعهم. طيب، ما المطلوب؟ ماذا تريدون أن نعمل؟ المطلوب حتى يبقى أيضا مسجل في الفيديو: رسم خريطة عقلية صحيحة بصورة قصيرة. شوف هيك، وعشان نكون إحنا زي ما تحكي مجتهدين اليوم، مجتهدين. خريطة عقلية، هي رقم 1، وهي بولد وصحيحة، هي رقم 2، وغير اللون عشان، ورقم 3 لصورة قصيرة. إن شاء الله إن تممنا وطبقنا في هذا الموضوع يا جماعة، بنكون جمعنا ما بين استخراج الكلمات المفتاحية وما بين رسم رموز أو صور لهذه الرموز، وأيضا للمساعدة وتطبيق الخريطة في حفظ الصور. أتمنى تكونوا اليوم استفدتوا واستمتعتوا في لقائنا اللي دام، يعني ما شاء الله عليكم تحملتوني لمدة طويلة جدا، وسامحونا إن كنا أطلنا عليكم. هل نرسمها على الكراس أو البرنامج؟ طبعا لك الحرية في طريقة الرسم، ترسمها على برنامج، ترسمها على الكراس، بأي طريقة إذا كنت مصمم. أجد في حدا عنده سؤال أو في حدا عنده استفسار عن لقائنا اليوم؟ لقائنا اليوم كان يتضمن هذه الخريطة. الإعادة إن شاء الله سيرين التسجيل كما هو إن شاء الله، نرسله لأخواننا وهم اللي بنشره إن شاء الله. الواجب، هاي الواجب، حاضر، هاي الواجب. الله يبارك فيك يا أستاذ فاطمة. صحيح، الواجب رسم خريطة عقلية صحيحة لصورة قصيرة. الواجب طبعا ينبعت على التليجرام. إذا حابين تشاركوه في المنشور ما في أي مشكلة. مريم إن شاء الله ستجدين أكثر من هذا التطور، لكن أنا حابب أنه أنت كمان أنت تتطوري معنا. آخر موعد للتسليم يوم القيامة. المحاضرة هذه لك. آخر موعد للتسليم يا جماعة، وقت ما تريدون. الأستاذة إيمان تسأل: هل الخريطة الذهنية هي نفس الخريطة العقلية؟ الخريطة الذهنية هي نفسها، الخريطة العقلية هي نفسها المايند ماب. يعني اسم المصطلح طبعا من الناحية العلمية، المصطلح اسمه مايند ماب. مايند ماب تترجم مايند، طبعا تترجم في بلاد الشام إلى عقل، وتترجم في الخليج إلى ذهن. أما من ناحية ماب تترجم إلى خريطة، وانت اجمع بيناتهم. فاحنا بالنسبة لنا
الخريطة العقلية والخريطة الذهنية هي واحد. ترجمة لمصطلح مايند، ليس الاستسلام التسليم. صحيح، أنا فاهم الاستسلام ليس التسليم. الصورة قصيرة، قد تخالج موضوعا واحدا، فما تنصحون به بالبداية؟ إنه والله إذا كانت تعالج موضوعا واحدا طبيعي حتكون مثلا 3 آيات، 5 آيات، 7 آيات، ارسمي 7 فروع يعني كمثال لهذه. خلينا أعرض نموذج، هاي سورة الكوثر مثلا، هاي سورة الكوثر 3 آيات فثلاث فروع، هاي مثال. هاي سورة التين مثلا، هاي سورة مثلا فيها إبداع كبير جدا، فيها 8 فروع، 8 آيات، 8 فروع، فأنت إليك الحرية. انتصار، نريد أن نصبح ذوي قدرات خارقة، نحفظ القرآن بإذن الله بوقت قياسي وقصير، ويحفظ بالصدور، لا ينسى إن شاء الله. عليك بالدعاء وعليك بالتطبيق إن شاء الله والاجتهاد، وإن شاء الله ستصلين، تكوني أحسن من أحسن الناس إن شاء الله. كلثوم تسأل عن الدورة، يا كلثوم لو ذهبت إلى هذه المجموعة ستجدين الدورة مسجلة 13 محاضرة كاملة، تستطيعين حضورها في أي وقت إن شاء الله. هاشمين ابنتي 7 سنة، 7 سنة، رسمت سورة الكوثر. ممتاز ممتاز، بإمكانك البدء بعمر 3 سنوات و4 سنوات معهم بهذه الطريقة إن شاء الله. نقول يعطيكم ألف عافية. إذا في حدا عنده سؤال أو استفسار قبل ما نختم، نقوم برسمها على ورقة بيضاء يتم تصوير الرسالة. أستاذة طبعا ما في أي مشكلة إن شاء الله. دكتورة صحر، بإمكانك استخدام كل الطرق، لكن أنا نصيحتي لا تعملي على الباوربوينت. إذا كنت تسأل عن الباوربوينت، هناك أفضل من الباوربوينت. التليجرام مغلق. دكتور أحمد والإخوة، إذا في إمكانية تشوفوا موضوع التليجرام تفتحوه ويكون الأمور غير مغلق. فتح، طيب تمام، يفتح يوم الخميس. بالنسبة لما هو أفضل من الباوربوينت، طب هرشين ما شاء الله عليك، رائعة جدا، يعطيك ألف عافية، رائعة جدا، مشكورة كثير، أنت ممتازة. أنا شايفة ما شاء الله عليها، أنا فهمت إنه أنت شغلت الفيديو عشان هاي، سلامي لها، ما شاء الله ما شاء الله. طيب لو ذهبنا يا جماعة اليوتيوب، في قناتنا طبعا دورة كاملة معمولة خصوصي لرسم الخرائط العقلية على الكمبيوتر. هاي الدورة لها شهادة إن شاء الله، لها شهادة. اسم قناتي الذاكرة الخارقة وخرائط العقل كمؤسسة طبعا. هناك دورة كاملة هاي موجودة بعنوان رسم الخريطة العقلية على الكمبيوتر، إن شاء الله صادع الرابط تبعها لمن يريد أن يعمل على الكمبيوتر طبعا، ويستخدم البرنامج اللي هو البرنامج اللي مرسوم عليه هذه الخرائط، اللي خرائط مثل هذه ومثل اللي أنا شرحت عليها، مثل هاي ومثل هذه، برنامج رائع جدا وسلس جدا. هذا رابط الدورة، الرابط صار موجود، الرابط للدورة كاملة. الدورة هي موجودة بعنوان دورة تعلم الخرائط الذهنية أو الخرائط العقلية على الكمبيوتر طبعا. هذه فبتبدأ من الصفر لحد كيف ترسم الصور بأفضل طريقة يعني. ما في مشكلة يا موسى، ابعت التنين مع بعض. يعطيكم ألف عافية يا جماعة، نشكر الإخوة القائمين أيضا على التنسيق لهذه الدورة والترتيب لها، الدكتور أحمد، نشكر كل المشاركين من المبدعين ما شاء الله عليكم، وأخص بالذكر طبعا الأستاذة إيمان والأستاذة غانية اللي هو الأستاذة حياة، اللي بيشاركونا طبعا من فريقي في تطوير ورسم الخرائط العقلية للمصحف كامل إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.